اخويا نورمالمون خصنا التراويح، كاين الجو ديال التراويح بوحدو وداك الشيء ديال الدين تبارك الله. ملي كتصلي في الجامع ماشي بحال كتصلي في الدار بوحدك، وهذا واخا يكون تباعد ولا شي حاجه، نورمال يديروا لنا غير التراويح، يديروا لنا غير واحد نص ساعه تقريبا، بحال كيف ما سمعت انا داروا الامارات قال لك دايرين تقريبا واحد نص ساعه فيها عشاء والتراويح، ويصلي الامام شي صوره خفاف وصافي وصلى على النبي. التراويح ضروري منهم، توحشناهم اخويا. العام الاول صلينا بلا التراويح، داك الشيء داز ماشي هو هذاك. كنتمنى ان شاء الله هذه السنه تكون صلاه التراويح ان شاء الله. نتمنى من وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه تفتح لنا جميع المساجد لاداء صلاه التراويح، وتكون نطلب من المصلين ايضا يكون هناك بعض التباعد والاحتياطات اللازمه، ونتمنى من الله عز وجل يرفع لنا هذا الوباء. وبهذه المناسبه كنغتنم الفرصه، ورمضان مبارك سعيد لجميع المغاربه في ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وشكرا. الحمد لله يا اخواني، بلا نصلي ان شاء الله التراويح، وبلا نصلي وتلقوا المساجد، والمسؤولين كنطلب لهم يتلقوا المساجد، بلا نصلي التراويح ان شاء الله. حنا العام اللي فات وما صليناش، وهذا كنطلبوا المسؤولين يتلقوا المساجد في رمضان ان شاء الله اللي جاي. الله يجزيكم بخير، نسال الله ان ينزل عليه رحمته من عندي. الله يجزيكم بخير اسي. دير الصلاه في الدار شويه وصافي، راك عارف بنادم يعني الصلاه في المسجد ماشي بحال الدار، يعني المسجد كتكون شويه اسمو ده جويد، وكتكون اسمو كان يكون اجتماع، ملي كيجتمعوا الانسان راه كتكون البركه وكتكون الرحمه وكتكون حتى الرحمه كتنزل من الله عز وجل. الصلاة في المسجد راه أفضل. ذاك العام إن شاء الله بغينا هذا العام إن شاء الله نسنيو في المساجد ديال الله تعالى سبحانه وتعالى. كنتمنوا إن شاء الله يحيد علينا هذا الوباء. كنتمنوا إن شاء الله فاسميتو نصليو في المساجد إن شاء الله. المساجد هذاك العام إن شاء الله سنينا عيالين في البيوت ديالنا، كاين في البيوت، وإني بغينا إن شاء الله هذا العام إن شاء الله نسنيو في المساجد إن شاء الله بحول الله تعالى. وأخويا إحنا بغينا التراويح الله يجزيكم بخير، إحنا العام الأول ما صليناش، وهذا العام الله يجزيكم بخير بغينا التراويح الله يجزيكم بخير، والله الله يرفع عليا هذا المرض، راه الناس راه بغاو يصليو، راه هاد الناس راه بغاو يصليو، الله يجزيكم بخير، إحنا بغينا التراويح الله يجزيكم بخير. كنا كنصليوها في الدار، ما كنمشيو لا للجامع لا والو، الله يجزيكم بخير، إحنا الله يجزيكم بخير هذا العام راه بغينا التراويح، الله يجزيكم بخير. العام الأول راه ما صلينا ما والو، كنبقى في الدار. وهاد العام راه الله يجزيكم بخير، حنا بغينا التراويح الله يجزيكم بخير. كنطلبوا الناس المسؤولين يساعدونا على التراويح المسجد من الله عز وجل، اجاب القران الكريم وما خلقت الجن والانس ليعبدون. القران الكريم فيه بزاف المسائل. الاول حنا دوله اسلاميه ماشي دوله ايران، حنا دوله اسلاميه كنحب الله عز وجل وكنطلب الله عز وجل هاد الناس يساعدونا نصلوا المساجد ديالنا. ذاك العام اجاب مسجود المساجد فينا كنصليو، كل كيصلي في داره. هادشي ما ماشي معقول، هادشي ماشي معقول اولاد. هاد الدولة الإسلامية اش قال الله عز وجل القرآن الكريم؟ إني خلقت الإنس والجن ليعبدون. ولدي حاجة نقول كلمة تثق بيا، حنا دولة إسلامية الله يكرم لكم، وحاجة نطلب من الله عز وجل هاد الناس يفهمونا ويطلعوا المسجد إن شاء الله.